مستمعاتنا الكريمات، من خلال برنامج لمسات حواء كما عودناكم راح نقدم طبعا العديد من التدابير المنزليه والمطبخيه في فقره تدابير. لان مستمعاتنا الكريمات نتواصل معكم، وايضا نرحب بالسيده شريفه فضاح. صباح الخير شريفه. صباح الخير نسرين، نهارك مبروك. تعيشي حبيبتي. صباح الخير للمستمعين، كل المستمعين والمستمعات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وصفة التركيز هي سهلة، عندها الأخت حليب، الحليب العادي سواء تاع البطا ولا تاع الشكرة اللي كان حاضر، ديرو فوق النار ليتلا ولا لي، يعني المقدار اللي هي اللي راهي حباته. ديرو فوق النار، كي تحط الحليب فوق النار تحط عود تاع القصوص، عود تاع القصوص. كنت قلت لكم بلي عرق السوس يعني الأصلي سوا غالي، سوا يعني حتى 2 ملايين الكيلو. انت راكي راح تشري قد 20,000 ولا 10,000 من عند العشاب، يجي اللون تاعو بني يعني غامق، ويجي مشوك شويه باش تعرف المطر تاع القصوص، ماشي هذاك اللي حكوا به سنانهم، لا هذا قلنا يعني اللون تاعو غامق، ويجي العود هذاك يجي مشوك. من بعد كي تحط الحليب ما تحط عرق السوس تاعها وتخليه يغلي مع الحليب. من بعد اللي يغلي تخليه حتى يبرد، يكون ذاك عرق السوس طلق في ذاك الحليب، تعمر في الكيسان وتعطي لوليدها ولا بنتها. يعني هذه الطريقة راهي سهلة، ولا يعني الوصفة راهي سهلة، تقول عرق السوس والحليب كيفاش يعني يغلي بالخف وندير فيه عرق السوس وراح يمد نتيجة؟ راح يمد نتيجة، لأنه راه مجرب عرق السوس بمجرد ما تحطيه في الحليب راح يعني يحط كامل يعني الفيتامينات تاعو. وان شاء الله بالتوفيق الاخوات اللي راهم ولادهم يعني في 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 طريق الاختبارات، ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله راه ساهل، حليب وعرق السوس، حليب سخون عرق السوس فيه كي يبرد باش تعمرو في الكاس وتعطيه. ولما يعني تقدم هذا عرق السوس ديرو في الحليب، والاطفال اللي يشربوا الحليب بالشوكولا مثلا تقدري يعني تنكهه عادي عادي تنكه بالشوكولا، اي يعني منكه يحبوا ولادكم ديروا لهم حتى للصغار عرق السوس. شريفه ما تكونش فيه بنه يعني مثلا الاطفال اللي ما يحبوش البنه تكون في الحليب، يعني تقدري تتحايلي معاهم ما تكونش فيه بنه؟ بنه محببه السوس. بالعكس حتى انا ولادي ما يحبوش يعني اي ما يحبوش كاش بنه في الحليب، مي كي درت لهم يعني بنه حبوها. ان شاء الله بالتوفيق الاخ. ان شاء الله تكون المستمع الكريم الذي طلبت منا طبعا هذا الوصفه تكون في الاستماع. نمر الان الى تدابيرنا طبعا اللي راكم حضرتها في عدد اليوم. التدبيره الاولى اللي هي كيفيه تنظيف الستائر وهي في مكانها. تنظيف الستائر وهي في مكانها، يعني الاخوات بزاف يعجزوا باش ينحوا لي ريدو تاعهم ويغسلوهم. الاخت انا واش نقول لك، هنايا تحكمي سيشوار، تحكمي سيشوار وشاعل، تفوتي كامل على الستائر تاعك. الاخوات هنا راحين يقولوا لي الغبار من الستائر يروح للحيطان. عندنا التدبيره قلنا تحكمي السيشوار تاعك، تفوتي كامل على الستائر. من بعد اللي تفوتي على الستائر تحكمي شيفونه تكون نقيقيه وتكون رطبه، تبليها في شويه ماء وشويه بيكربونات. هنا الماء يكون اكثر من البيكربونات، مثلا الا درتي ليتر تاع ماء راح تحطي نص مغرفه صغيره تاع بيكربونات، ماشي كيما جرات العاده في الحيطان ولا في الفايونس. العكس، قلنا الا درتي ليتر تاع ماء في باسينه نص مغرفه صغيره تاع بيكربونات، خلطيها وعاودي فوتي كامل على الستائر تاعك حتى والالوان. يعني ما تخافيش، ربما تقولي اللون يعني يخسر لي ولا، ما راكي راح تخافي والو. هنا البيكربونات راهي يعني كميه قليله قليله جدا، فوتي كامل على الستائر تاعك. هنا رانا نظفنا الستائر، الغبار من الستائر راح للجدران، واش لازمك الاخت. من بعد اللي تفوتي كامل على الستائر نعاودو نولو، نعاودو نعمرو باسينه تاع ماء. مثلا هنا الى فيها 2 لتر تاع ماء عندك 2 مغارف كبار تاع بيكربونات. تبعوني، الستائر ماشي كيما الحيطه. اذا عندك 2 لتر تاع ماء عندك 2 مغارف تاع بيكربونات هنا في الماء، خلطيهم مع بعض وعاودي جوزي، ديري تليقه ولا يعني واش عندك في الدار على الفخوطوار، وفوتي كامل الحيطان. ما راكي راح ترمي الماء، ما راكي راح تطلعي فوق كرسي يعني بالبروسه وحالتك حاله، غير بالفخوطوار في تليقه تغطسي في ذاك الماء تعصري وديري في الفخوطوار تفوتي الحيطان، راح تلاحظي بلي الحيطان تاعك ولا جدد ولا مقايا كانه صبغتيهم جديد. هذا فيما يخص تنظيف الستائر. ولكن هنا كي تكون يعني السيده الكريمه نظفت الستائر تاعها، يعني كان عندها مثلا 15 يوم مش هذا، ولكن لما تكون عندها مثلا 3 أشهر ولا شهرين ولا، هنا لازم يعني شريفه تنحيهم وتغسلهم. ما تنحيهمش والله صدقيني، يعني انا درنا تجارب ما نحيناهمش في مكانهم، ويعني يعني يعني بالتجربه خليناهم، يعني احنا خليناهم باش نشوفوا 4 أشهر 5 أشهر، وهذه الطريقه راهي جابت نتيجه صدقيني 100%. بس شوار تفوت كامل ذاك الغبار تنحيه، باسكو لو كان نديروا يعني الشيفونه مشمخه قبل ما نصفوا الغبار راكي رايحه تولي الستائر كامل مرمدين. نحو
هذاك الغبار ونفوتوا بنت اللي قال لي قلنا فيها البيكربونات يعني كميه قليله، راح الاختنا تلاحظ النتيجه ان شاء الله. شديفه ما بقول الطريقه او التدبيره الثانيه اللي هي عندك يعني قلتي لي طريقه جديده لتنظيف ايضا السجاد في مكانه. السجاد في مكانه، هنا الاخت ما ترويد السجاد تاعها، ما تبقى تنشر فيه، ما تبقى تطبطب عليه، ما تبقى حتى حاجه ان شاء الله. واش لازم لك؟ لازم لك كميه تاع ملح وكميه تاع بيكربونات، كميه تاع ملح وكميه تاع بيكربونات ماهيش محدده. هنا ترشي كامل الطابي تاعك، تقولي انت راح نقي يعني من البوقه، هذا الملح وهذا البيكربونات راح ينقوا لك الغبار وينحوا لها البوقه سريب. يعني في عوض اللي تخرجوا للبالكون تبقى تنفض، هذه التدبيره راح تنحي لك الغبار وتنحي لك البقع اللي في السجاد تاعك. قلنا كميه تاع ملح ناشفه، كميه تاع بيكربونات ناشفه، تحطيها كامل تفوتيها كامل على السجاد تاعك، من بعد تخليها مده تاع 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، روحي لشغلك وعاودي ولي ليه، احكمي بروسه ولا واش باش موالفه يعني تنقي السجاد تاعها وتفوت يعني ابان غير حاجه خفيفه، نحي ذاك الملح وتنحي هذاك البيكربونات. صدقيني راكي رايحه تلاحظي، واللي راهي يعني كنت قلتها من قبل واللي راهي شافت يعني هذه الطريقه راهي مجربتها راح تامن واش راني نقول. بل قلنا بروسه ولا واش عندها ولا بشيفونه، نحي ذاك الملح وتنحي هذيك البيكربونات، هنا راح تلاحظ السجاد تاعها كانه شريته جديد، وتعاود يعني مولي تمسح تحكم بيدها كتنفض ماش راح تلقى الغبار. شكرا بالتوفيق طبعا بالتوفيق، ويعني هي طريقه سهله خاصه للسيدات العاملات اكيد نعم. بيكون في عونهم ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يدخل علينا ان شاء الله ربنا يبارك بالصحه والهنا، ويشير كل المستمعين والمستمعات ويشير لك انت يا هاني بالصحه والهنا، ونواصلوا امين يا رب، نواصلوا دائما مع التدابير طبعا اللي رانا محضرينها. ننظر الان الى كيفيه تنظيف الجدران بطريقه سهله. نقولوا احنا طريقه سهله، نعرفوا انه معظم المستمعات والسيدات الكريمات لما ينظفوا الجدران تاعهم عندهم يعني طريقه نتاع هذيك دير الرغوه وتنظف كاع باللافات وغيره، هل هي نفس الطريقه او هناك طريقه اخرى؟ طريقه اخرى كنت يعني علمت هذا وين يعني كي تنظف السجاد كيفاش. هي طريقه قلنا بيكربونات وما لا رغوه لا ايزيس لا امو لا حتى حاجه، راح تستغني على ذوك الرغاوي ولا ذاك الماء اللي ترميه ولا ذيك الخساره. عندك باسينه تاع ماء قلنا ديري فيها الماء وديري فيها البيكربونات، اذا عندك باسينه فيها 5 رواتل تاع ماء ديري 4 مغارف 3 حتى 4 مغارف تاع بيكربونات تاع حشا يعني المغرفه الكبيره، وخلطيهم وحكمي يعني يقول لك تليقه ولا شيفونه على الخطوه تاعك، ما تحكي ما تجيبي لافيت ما حتى حاجه، فوتي على الحيطان. يعني احنا كي نفوتوا بالخطوه مانيش راح ندركوا على الحيط، غير هكذا مسحه راكي راح تشوفي يعني الحيط تاعك فاش يولي الماء. طريقه سهله ومبسطه لا رغاوي لا ما لا خساره. شكرا لك شريفه، وطبعا لهنا السيده الكريمه تستغني على مختلف المنظفات هذيك اللي راهي كاينه يعني لي بروجوي هذوك. لي بروجوي كيما كي تقولي، ونعرفوا انه المعظم تاعها غالي الثمن. غالي لهنا السيده الكريمه تستغني عليهم، طريقه سهله طبعا لتنظيف الجدران ان شاء الله. نروحوا الان الى كيفيه قلتي لي تحضير الفوندون بالوان يعني بعده الوان، وهذا الفوندون بزاف المستمعات الكريمات اللي ربما يبحثوا عليه خاصه في الملفاي في لي غاتو باغ اكزومبل اللي فيها شوكولا وغيره. اكيد ان شاء الله يعني هذه الوصفه الفوندون اخوات ان شاء الله كامل يدعوا الوالدي يعني لهذه الوصفه هذه، لان كل جميع الناس يشروا الفوندون يعني ما يصنعوش في الدار. اليوم راني جبت لكم طريقه باش تصنعوا الفوندون اخوات اللي يخدموا المشاريع تاع الحلويات ولا حتى اللي يعني في ديارهم. الفوندون عندك كاس تاع سكر بكاس تاع ماء، كاس تاع سكر كاس تاع ماء، حطيهم فوق النار من بعد اللي يغلي، ويغلي مجرد 3 دقائق ولا ما تكثريش عليه، قلنا 3 دقائق ما تفوتيش 5 دقائق. من بعد اللي يغلي نحيه من النار وهو هكذاك سخون، ابدا تضيفي له في السكر كلاص، هنا طفي عليه النار يغلي 2 دقائق حتى لثلاثه، كاس تاع السكر كاس تاع ماء فوق النار، من بعد اللي يغلي 2 دقائق حتى لثلاثه، وقلنا ما تفوتيش 3 دقائق، نحي طفي عليه النار وبدا يضيفي في السكر كلاص حتى تشوفي يعني ماشي ناشف، تشوفي سائل بالسكر كلاص وتشوفي سائل، هنا راهو سخون. من بعد اللي يبرد لك راح ينشف، مع الاول تقولي باللي راه ما نشفليش راه سائل، باسكو علاش الحسيله راهي سخونه، خليه راك تضيفي في السكر كلاص حتى تشوفي يعني عاقد يعني ماده بيضاء عاقده ولكن ماشي ناشفه سائله، خليها بجيه حتى تشوفي يبرد تماما. من بعد اللي يبرد راح راكي رايحه تكتشفي الفوندون تاعك، هذا هو الفوندون. هنا طريقه بيضاء،
اذا حبيتيه بالكاكاو هنايا من بعد الليل نفس الطريقه الحسيله تاعك، وهي هكذاك سخونه نضيف لها قلنا السكر كلاص، من بعد اللي نضيف السكر كلاص ونكمل نضيف الكاكاو في شويه تاع ماء، نضيف الكاكاو كاكاو انا ما نحددلكش الكميه يعني على حسب الكاكاو يعني النوعيه تاع الكاكاو اللي شريتيها، نضيف شويه كاكاو في شويه ماء يعني نحلو في شويه ماء، حذاري ديري الكاكاو يعني هو في الغسيله سخونه ولا في الفوندون سخون راح يكربلك، قلنا نحلو نغير تاع كاكاو في شويه تاع ماء من العين عفوا ونضيفوه على ذاك الفوندون. هنا راه عندنا فوندون بالشوكولا، نعاود نولو للالوان، قلنا الفوندون الابيض عادي، الفوندون بالشوكولا رانا قلنا بالكاكاو، نولو للالوان، الالوان اللي راكي موالفه ديريها بالحلويات الازرق الاصفر يعني راكي موالفه بالالوان، اي لون تحبيه زيدي للفوندون تاعك، هنا الفوندون تاعك راهو بالالوان، تعمري فيه باللارات، خدمتي الميلفاي راكي لقيتيه، خدمتي لامونا راكي لقيتيها، خدمتي لي صابلي راكي لقيتيه، ان شاء الله. شكرا شكرا. الان نمضوا شريفه الى تدبيره اخرى واللي هي كيفيه تحضير نوع من التوابل، واللي نعرفوا انه السيده الكريمه تحتاج بزاف للطبخ نتاعها خاصه في شهر رمضان المبارك اللي هو راس الحانوت. راس الحانوت، يعني لما جبت لهم راس الحانوت اللي هو يعني مطلوب كامل عند الناس، وهذا هو راس الحانوت اللي راح اللي تاكلوا يعني في بعض المطاعم ولا تاكلوا في بعض الاماكن تجيكم الماكله بنينه يعني في الحريره ولا حتى في الشرق. يعني هذا هو راس الحانوت اللي نستعملوه في الحريره، تقدر السيده الكريمه يعني تحضروه في المنزل نتاعها شريفه، ماشي يعني ماشي شرط تشريه يعني يتباع ولا ماشي شرط، طريقه سهله باش هي تحضروه. أنا بالنسبه لي نعتبره كنز. الله يبارك تفضل. أيوة. عندك مغرف كبيره تاع حبهان، انا راح نمد لها حب وهي تحمص وتطحن، انا راح نمد لها حب وهي تحمص وتطحن، اذا كان ما قدرتش تحمص وما قدرتش تطحن تروح للعشاب تشريه مطحون، ولكن يعني حبذا لو كان هي تطحن روحها. عندك مغرف كبيره تاع حبهان فصوص يعني حب، انا حنقول لكم كامل حب. عندكم مغرف كبيره تاع زعفران الشعره الى لقات، والى ما لقاتوش يعني زعفران يكون نوعيه جيده. قلنا مغرف متوفر لهنا في الاسواق زعفران الشعره يعني غالي، على بالنا بلي صغيره راهي 500 راهي حتى المليون راهي. ونحن الاخوات الى لقاوها اللهم بارك ما لقاوهاش يديروا زعفران اللي يكون يعني نوعيه جيده تاع القمره. قلنا مغرف كبيره تاع حبهان فصوص اللي حب الهيل، عندك مغرف كبيره تاع زعفران الشعره، عندك مغرف كبيره تاع فلفل ابيض، مغرف كبيره تاع فلفل اسود، عندك مغرف كبيره تاع ينسون حب، ينسون حب، عندك مغرف كبيره عفوا هنايا قلنا كاع مغرف كبيره، في القرنفل عندك نص مغرف قرنفل، قلنا كاع مغرف كبيره، في القرنفل كي نوصل القرنفل نديرو نص مغرف تاع قرنفل، يعني مغرف تاع حشاء نص مغرف منها، باسكو علاش القرنفل قاطع، عندك مغرف كبيره تاع قرفه، إلا كانت يعني غبره ديري مغرف، الى جبتي الشرائح يعني العواد هذوك ديري حتى العشر عواد. هنايا هذا القرنفل، هذا للقرفه، للقرفه القرنفل قلنا نص القرنفل نعرفوا انه هذاك الصغير. انا خلطت بيناتهم هذاك القرنفل ذاك الصغير هذاك. قلنا عندك القرنفل نص مغرف، كاع عندنا مغرف مغرف، كي نوصل القرنفل عندنا نص مغرف. احنا دوكا حبسنا في القرفه، القرفه اذا عندك غبره اذا درتي غبره ديري مغرف، الى ما يعني جبتي العود ديري 10 اعواد. قلنا عندك حبه الجوز، جوز الطيب، عندك حبه تاع حبه جوز الطيب، عندك 3 حبات تاع بسباس الصغير يابس يجي مجفف عند العطار، الى ما شفتي الى ما يعني ما لقيتيش البسباس هذا الصغير اليابس اللي عند العطار واش لازم لك؟ ديك البسيبس نسرين اللي راهي تجي في الحبه تاع البسباس. ما نعرفهاش. خضرة حبه تاع البسباس كاين شنو؟ حبه تاع البسباس كاين هذيك البسيبسه. هذيك الاخوات كامل يرموها نظم، ولكن راه فيها يعني معطر معطر وتابل للحريره ولكل الماكولات. هذوك وقت البسباس. اصلا عفوا شريفه البسباس يعني لما تستعمليه في الحريره مثلا ولا في الشوربه ولا في لاسوب يجي بنين. شفتي كيفاش؟ البنه راهي في ديك البسيبسه اللي راهي تجي في الحبه تاع البسباس. هذوك كي تشربوا البسباس هذيك البسيبسه ما ترميوهاش يا اخوات، نحوها وحطوها يعني في سنيوه وخلوها تنشف. من بعد اللي تنشف طحنوها كيما راك كيما تنشفوا النعناع كيما تنشفوا اي يعني حشيش وطحنوها يعني وضيفوها في هذه التوابل. هذا في حال ما اذا ما لقيتوش عند العشاب هنا يعني تجي هذا راس الحانوت تجي عنده نكهه خاصه، نكهه ولا عيبه نكهه ولا قلنا البسيبسه تاع البسباس اذا رحتي للعطار وصدتي البسباس ذاك الصغير مجفف اللهم بارك ما صدتيش البسيبسه. هنا عندنا مغرفه كبيره تاع زنجبيل، عندنا مغرفه كبيره تاع كركم، عندنا نص مغرف تاع خنجلان، نص مغرف تاع خنجلان،
عندنا شنو هو الخنجلان؟ الخنجلان يعني هو اشبه من الاعشاب، تجي زريعه تجي زريعه ينطحن، والعشبة يعني زريعة كيما زريعة البسباس كيما اللي يجي كيما زريعة البسباس كيما الكتان مثلا. أيوا هنا عندنا نص مغرف فيها، عندنا مغرف كبيرة تاع كبابة، عندنا مغرف كبيرة تاع كبابة، عندنا نص مغرف تاع عرعار الصحراء. إذا عندها اللهم بارك، ما عندهاش شوين تروحي يعني صدقوني جربوها وشوفوا، روحي للعرعار اللي راه في الشجرة كامل راكم تلقاو العرعار في الطريق. شطبة صغيرة 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 قد يعني نص صبع تاع اليد، شطبة صغيرة تطحنيها مع هذا التوابل هذا في حالة ما إذا ما لقيتيش الحبة تاع العرعار الصحراوية عند العشاب. قلنا عندنا مغرفة كبيرة تاع ورق الرند مطحون، مغرفة كبيرة تاع ورق الرند مطحون، عندنا مغرف نص مغرفة كبيرة تاع حبة البركة اللي هي الحبة السوداء، ما يعني ما تنخلعيش، دخليها في التوابل وراكي رايحة تأمني كلام تاعي اللي راني نقول فيه. هذا التوابل كامل تحمصيهم وتطحنيهم وتديريهم في بلارة وراح تجوزي بهم رمضان، يعني ولا أحلى شربة ولا حليلة درتيها. ان شاء الله يكونوا دونوا الاخر ان شاء الله. فقط ذكرتني زميله امال قالت لك يعني هل ما هي ايضا ما هي طبعا التوابل اللي ذكرتيها باش نحددوا هذا التوابل اللي هو راس الحانوت اللي تتحمص؟ هذا التوابل كامل يتحمصوا، ما هذا اللي جايين على اللي احشاب؟ لا هذا هنا ما عندناش العشبه، عندنا غير بسبسه قلنا يعني بديل الا ما صابتش عند العشاب. البسباسه الصغيره كامل، البسباسه هذه كيفاش تجي صغيره؟ راهي تجي كيما حبه العرعر اللي يعرفوها كامل الناس، مجففه. اذا ما لقاتهاش راه وقت البسباس كامل راكم تشربوا البسباس، هذيك البسبسه اللي في الحبه تاع البسباس ما ترموهاش. يعني هنا رانا احنا رانا اليوم في موضوع التوابل، لكن البسبسه نقول لكم باللي في العدس يعني في اي طبق استعمليها راح تمد لك النكهه. بسبسه تنشفيها كيما تنشفي يعني اي حشيشه عندك وتطحنيها ديريها مع التوابل. هذا فيما يخص القرنفل والقرنفل كلش يتحمص، كلش يتحمص، تحميصه خفيفه وتطحن الاخت. بعد تخلطهم الكل تخلطهم في بلاره ويعني وراحة يعني تولي الشربه تاعها ولا حليلتها مميزه. شكرا لك شيفا. شكرا. نمروا اذا شيفا نتحدثوا عن تجفيف الليمون. تجفيف الليمون يعني هذه ربما الناس ما يعرفوهاش، ولكن يعني جفوه يعني راح يديروا به الروز ولا حتى الوصفة تدركم هذا في المطابق العالمية. هنا عندك الليمون الحبة تاع القارص الخضراء، الحبة تاع القارص الخضراء، وإلا عندك الصفرة هذيك الصغيرة يعني معليش اللي وجدك الحبه الصغيره، ولكن تكون حبه صغيره كامل خضراء ولا الصفراء. تغلي الماء تاعك وتحطي القارص تاعك الحبات صحاح، قلنا تغلي الماء وتحطي الليمون تاعك حبات صحاح الخضراء ولا كيما نظم الشجره ولا يعني صفر. من بعد تخليه في ذاك الماء السخون، تخليه ربع ساعه في ذاك الماء السخون يعني الماء غالي، طفي النار عليه وحطي الليمون تاعك خليه مده تاع ربع ساعه في ذاك الماء. من بعد نحيه نشفيه بشيفونه، من بعد اللي تنشفيه هو حب ما هو لا محلول ما حتى حاجه، حطي بنشفي قلنا بتليقه وحطي في سنيوه تاع الفور تاعك ودخلي للفور على نار قليله، يعني ما كي تزيدي للنار النار احنا ما نحوسش عليه نحرك، دخلي قلنا في الفور على نار قليله مده تاع ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه وطفي الكوشه وخليه لداخل في الكوشه. من بعد غدوه من ذاك عاودي له نفس الطريقه، يعني واش هي نفس الطريقه؟ يعني ندخلوا في الكوشه الماء خلاص الطريقه الاولى ما نعاودوش، نعاودو نشعلو عليه الكوشه، ولا درتي الصباح عاودي ديري الحشيه، نعاودو نشعلو الكوشه عليه نخلوه كذلك ربع ساعه مده يعني تاع 5 ايام وانت في الطريقه. من بعد ما 5 ايام راكي راح يعني تشوفي بلي القارص تاعك راه تجفف، حب ديريه في بلارات من بعد اللي يبرد ديريه في بلارات وغلقي عليه. هنا وين تلقاياه كي ديري الروز كي ديري الحليله تاعك كي ديري يعني اكله راكي راح تلقايه الليمون تاعك. شكرا لك شفيك. شريفه نعاودو نرجعو الى موضوع تجفيف الليمون. يعني دائما بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك العديد من المستمعات تقوم بتجميد الليمون، يعني كيفاش تكون الطريقه تاع التجميد تاعو؟ كيفاش نكونجلو؟ كيفاش نديكونجلو؟ التجميد هنا تاع الليمون ما تغسليهش، مسحيه بتليقه كي تشريه من برا ولا تنحيه من الشجره ما تغسليهش. هنا الا غسلتي التجميد تاعو راح ماكيش راح يعني تنجحي في التجميد تاعو، راح يدير الماء باش يفهموني الاخوات. هنا الليمونه مسحيها بتليقه ما تمسيهاش كامل بالماء، مسحيها بتليقه مليح وديريها في اكياس وحطيها في الكونجيلاتور تاعك. بزاف الاخوات تحط الحبه تاع الليمون بلا كيس، تحطها غير ترميها في المجمد تاعها ولا في البوات مثلا، يعني علبه انا نقول له علبه تديرها يعني للمكان ديري في كيس كل حبه حطيها في كيس
ولا يعني حبات مع بعض ما يهمش باسكو ما غسلتيهش، حطي في كيس من بعد راكي راح تجبدي الليمونه تاعك، راكي راح تلاحظي الاخوات نظن كامل يعني لاحظوا كي شمخوا كي يغسلوا الليمونه كي كونجلوها، ومن وكي ما يغسلوهاش راح يلاحظوا اللي ما تغسليهاش راح تجبديها صحيحه، ما من جيت تغسليها راح تنحسر لك ماشي راح تعفن كيما نشوفوا يعني اللي مغسول راهي مجرب. هنا قلنا ما تغسلش الليمونه تاعها، ديرها في الكونجيلاتور في كيس ولا في علبه، كي تجبدها راح تلقاها تقريبا يعني احنا نقولوا 80% كما خبتها صحيحه. شكرا لك شريفة. نمضوا الان الى اجابه المستمعات الكريمات بالرغم انه عندنا يعني العديد من التدابير ولكن الوقت يداهمنا شريفة. نروحوا نجاوبوا المستمعات الكريمات. ام تسنيم اللي قالت لك النوكا نتاعها جاتها جاريه، كيفاش هي الطريقه الصحيحه طبعا باش النوكا نتاعها تجيها جاهزه وناشفه؟ الله يبارك. عندك كاس تاع ما قلنا كاس تاع ماء مع كاس تاع سكر، هنا احنا الحوس والحسيله تاعنا عاقده، كاس تاع ماء مع كاس تاع سكر حطيها فوق النار تغلي ربع ساعه، تغلي ربع ساعه ما قلتش 6 دقائق ولا 6 دقائق، هنا نحوس الحسيله تاعنا عاقده، كاس تاع سكر مع كاس تاع قلنا تاع ماء. من جهه اخرى نحطوا في بوله، نحطوا الغبره تاعنا تاع اللحظه اللي هي زوج كيسان تاع غبره مع حبه كبيره مع مغرف كبيره تاع حب الهيل، مغرف كبيره تاع حب الهيل مطحون. حب الهيل علاش حنا ضفناه؟ باش ينحي لنا هذيك الريحه تاع الغبره تاع الحليب. قلنا زوج كيسان كبار تاع غبرة الحليب مع مغرف كبيرة تاع حب الهيل. من بعد اللي الحسيلة تاعنا راهي غلات ربع ساعة وهي هكذاك سخونة نبداو نفرغوا فيها على اللحظة. انتي شفتي يعني الحالة راهي جارية، معليش نزيدي شوية تاع غبرة ما خسرتي والو والنتيجة يعني راهي مضمونة. شفتي روحك باللي ما عقدتلكش ولا الشربات تاعك ما عقدتش، هذه طريقة. إذا شفتي الشربات تاعك عاقدة وراهي النوكة تاعك ما نشفتلكش، روحي للغبره تاع الحليب ضيفي يعني بالمغيفه حتى تعقد لك يعني النوكة تاعك. شكرا ان شاء الله سيدات الكريمه. ام تسنيم كانت في الاستماع. الموضوع الان الى ساره من جندل اللي قالت لك اعطيني عجينه الديور بالرغم انه كنا قدمناها الاسبوع الماضي ولكن ما عادش نعاودوا نقدموها لهم وماذا بنا يعني تعطي لهم شريفة. يعني العديد من المستمعات ربما هي تحضر العجينه ولكن ما تعرفش واش هي الطريقه الصحيحه لطهي الديور، لانه نعرفهم انهم ما لازمش يكونوا حمرين. انا واحده من السيدات ما نعرفش كيفاش طيب. والله شوفي صدقيني يا نسي يعني انا راني دايره الدورات تاعها، الناس جاوا قال لك نعرف بصح انا اللي حطوا يديهم صابوا روحهم، يعني كل حاجه لازم تشوفها، كاين اشياء لازم تشوفهم. انا نعطيها الطريقه. عندك العجين هو لا اسهل، عندك السميد يعني ما عندوش يعني ماركه محدده، السميد اللي عندك تحكمي السميد مثلا كاس تاع سميد، تحكمي السميد حطي له رشه تاع ملح. هنا السميد الرطب طبعا، السميد الرطب، السميد الرطب اللي نخدموا به المطلوع نخدموا به الباقي. هو يعني اكيد انه السميد الخشين ما تخدميش به الديور. لا لا السميد الرطب. انا نقول لك هنا مثلا رطل يا سيدي ما نقولش كاس نقول رطل، عندك رطل تاع سميد، في الرطل تاع سميد حطي هنا يعني اختياري، تحبي تحطي مغرف تاع زيت تحبي ما تحطيش المغرف تاع الزيت يعني اختياري، لانه يعني الامهات تاعنا بكري كاين اللي تحط مغرف الزيت وكاين اللي ما تحطهاش. قلنا عندك فرطل تاع سميد رطب، عندك مغرف تاع زيت، عندك رشه تاع ملح، وراكي بالماء راكي بالماء حتى تشوفي العجينه لينه في يدك يعني تلصق في يدك العجينه تولي تلصق. هنا غطيها الاخت اذا كانت جديده في الصنعه يعني راح تقعد ساعتين حتى ساعتين ونص وهي تريح باش يعني تربي هذيك المطه. اذا كانت عفوا اذا كانت الاخت يعني قديمه في الصنعه راكي راح تخليها يا ربي نص ساعه ساعه ما تطولش يعني نص ساعه راح تربي ديك العلك كيما احنا نقول بالعاميه. احنا الهدف تاعنا هذاك المطه وذاك العلك. من بعد اللي راكي العجينه تاعك ريحت شحال خليها تريح هكذا؟ قلنا انا بالنسبه لي خليها نص ساعه. نص ساعه يعني الاخت الا كانت جديده حتخليها ساعتين حتى يعني بتربي ديك المطه بتساعدها. هنا العجينه رانا سلكنا منها نروحوا للسنيوه. راني كنت يعطيها الوحده مبتدئه باش تجيها المبتدئه سوا سوا شحال تخليها ساعه؟ تريح ساعه خليها تريح ساعه. نروحوا هنايا العجينه رانا رولناها ولصقت في اليد ورانا غطيناها باش تريح. نروحوا للسنيوه تاعنا. السنيوه تاعنا راني كنت حطيت لكم على الصفحه الزواوله اللي ما يقدروش السنيوه يشرو السنيوه الغاليه حطيت لهم المول تاع الكيك. المول تاع الكيك انا حطيتها في الصفحه تاعنا. حطيت المول تاع الكيك اللي راكم مكش في الدار اللي ما عندهاش مول تاع الكيك هذاك طويل مدور عادي يعني مسكوتشو ولا يعني اللي نخدموه فيه لي تارت دانيفيرسير ايوه يعني اللي نخدموا فيه لاجينواز لاجينواز مثلا مكاش اللي ما عندهاش سنيوه مدوره مكاش اللي ما عندهاش. هذاك المول تاع السنيوه اللي ما قدرش تشري سنيوه ب 150 ولا 200 الف هذاك المول تاع لاجينواز تحطوه فوق الطابونه تاعها تحط قرياجه من تحتها ما لازمش السنيوه تكون مباشره على النار لازم تكون قرياجة. هنا الاخت المبتدئه غير تعرفتوا لي ما القرياجة ما تستعملهاش خطره القرياجة ديرها فوق فوق النار
وقلنا وتجي سنيوا فوق الكرياجه من بعد الكرياجه يعطيك الصحه تحكم هنايا العجينه تاعها ديرها في اليد تاعها من بعد تولي تحط على السنيوا سنيوا تعطيها مسحه قبل ما تبدا يعني هكاك سخونه كي تسخن السنيوا تمسحها بتشليقه ناشفه من بعد تبدا تحط في العجين تاعها طريقه كيفاش تحط العجين لازم تشوف ديرها عادي هذيك السنيوا ولا تقلبها لان شفنا في بعض لي فيديو يعني القفه تاعها الديول يجي على القفه تاع السنيوا ماشي على الوجه السنيوا كذلك ملاحظه الاخوات اللي يشرو سنيوا يعني غاليين وتقول لك نروح نغسلها من بعد كل ما ندير الديول نغسلها حذاري حتى وتقعد عندك 20 سنه ما تغسليهاش خليها هكذا الماء ما يمسهاش امسحي سنيوتك اللي عندها الميديتي في دارها واش دير يعني هاو فصل الديول خلاص وديول ما الفصل تاعهم واش دوك راهم يكمندو في الماء في اي يعني المحلات في العرس عندك سنيوا تاعك كي تكملي بها وعندك الميديتي في دارك باسكو تاع نحاس هذا في حالتي الا كان تاع نحاس واش لازم لك تمسحيها بتشليقه ناشفه مليح وتكوفريها في تشليقه تكون مقيقيه تاع قطن وديريها في سويشي وتخبي سنيوا تاعك هنا باش الميديتي ما يوصلهاش نعاودو نرجعو للسنيوا قلنا كي تسخن سنيوتك ديري العجينه تاعك الطريقه راني يعني كنت حطيتها يعني في الصبحه كيفاش حطيت حتى السنيوا فوق الطابونه يعني وريت لهم كامل كيفاش يديروا تحط العجينه تاعها فوق الطابونه تاعها من بعد اللي تبلاصي كامل باليد بالكف تاع اليد ولا بالاصابع هي وهي وما هي وما يعني ما جابت يدها ما كاينش دقيقه دقيقه يعني الورقه راح تنقلع وحدها تبدا من الاطراف تمسها بصبحتيها راح تنقلع وحدها تكون مشمخه تشليقه ولا شيفونه ولا سربيت على جهه تحط فيها رشتها بالماء تبخخها بالماء وتحط فيها تغطيها هنا ما تتعجنش الشريف لا هنايا هذا الاخت ربما ما طابلهاش ولا راهي شمخت شليقه بزاف لا قلنا بخاخه ترشها بخاخه وتحطي تحطي الديول تاوعك من بعد كي تكمليهم كامل راكي راح تلقايهم شابين وطرايا وان شاء الله الاخوات يكونوا سمعوني وربي يوفقهم ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شريفه نروحوا مباشره عفوا كنا تحدثنا على كيفيه تحضير الديول نروحوا كيفاش تجمدهم السيده الكريمه مثلا تصنعهم وتكونجليهم صح هنا ديول الاخوات كامل كيفاش يكونجليو الديول يديروا في سنيوا ومن بعد يغطوها بالفيلم اليمونتيغ ولا ساشين هاللي يجيو يجبدوها ويديكونجلا يلقاوه كيما يعني مقطع يلقاو الحبه لاصقه في الحبه انا هنا الاخت الحشوه ما نقيدكش بها الحشوه اللي عندك في دارك من بعد اللي تحشي الديول تاوعك كل حبه كل حبه هنا راكي يعني حطيتي ساشي تاع الخبز الساشيات البيض تاع الخبز اللي نشرو فيهم الخبز العاديين العاديين افتحيها بالمقص من بعد اللي تفتحيها بالمقص راكي هنا روليتي الحبه تاع الديول تاعك من بعد اللي توليها حطي راكي حطيتي ديك الساشي راكي فتحتيها بالمقص وحطيتيها فوق الطابله تاعك احكمي الساشي هذيك قطعي بالموسوق قد حبه تاع ديول هنا الساشي تاعك راح تجيب لك حتى ال 20 حبه تاع ديول الساشي اللي قطعتيها بالمقص حليتيها بالمقص راكي راح تقطعيها مساوات صغار راح تديلها 20 حبه تاع ديول يعني الساشي نقسموها على مساوات قد الحبه تاع ديول كل حبه تاع ديول روليها في ديك الساشيه كل حبه تاع ديول راكي صنعتها روليها في ديك الساشيه هنا ما قلتكش روحي شري الساشيه الساشيه تاع الخبز اللي تشريها انت في الخبز ما ترميهاش قلنا رولي الحبه تاع ديول تاعك في الساشيه كملي كامل الديول تاعك عندك 20 حبه عندك 15 حبه من بعد هنايا كل حبه راهي في ساشيه ديريها في علبه ولا في كيس وخدمي يعني بيدك هذاك الكيس ما تروحيش تحطي عشوائي تعقدي وتحطي عشوائي هنايا سقمي الكيس تاعك بسطيه بيدك وديري في الكونجيلاتور نهار اللي تجبدي يعني الكيس تاعك راكي راح تجبدي كل حبه بورك وحدها ما يلاصقها في وقتها ما تتقطع لك ما تحيلي وتقولي اوف ما نقدر ما نبقاش نكونجلي وراهي الحبه راهي تتواسي ليها يعني الطريقه تاع التجميد هي اللي راح تخليك مرتاحه ولما تقوم يعني اذا تحب تجبدها وديكونجليها عادي شحال تخليها تخليها حتى تديكونجلا كاع باش تقليها حتى تديكونجلا والا حبت الاخت مباشره يعني من الكونجيلاتور يعني كذلك راهي طريقه ناجحه يعني من الكونجيلاتور مباشره علاش انا قلت لك مباشره هذاك الماء ما يميدوش راح يربد لها الزيت الا ديكونجلات ولات مرخيه راح تلبد لك الزيت وهنا نعاودو نرجعو لازم يعني الاخوات كي يقتنوا الديول يقتنوا تاع السميد حنايا كامل الاخوات تقول لك ياكل يشرب لي الزيت علاش يشرب لها الزيت خاطر راكم تقتنوا الديول تاع الفارينه راح يشرب لك الزيت في المقله هنا قلنا الا جبتي لك هذاك اللي كتباع يعني في المحلات الا يعني نتوما جبتوه من الكونجيلاتور مباشره على الزيت كي راح تلاحظي الزيت تاعك اللي حطيتيه في المقله راح تلقايه فقط كنا تحدثنا عن العجينه نتاع الديول وزميلتنا امال تسال تقول لك انه في يعني بعض الديول اللي تجي لها غسل تاعها سائل
ويخدموها بالبانسو. بالبانسو هذيك الطريقه عطيها لنا وصفه يعني راهي ناجحه كذلك 100%. عندك هنايا السميد كذلك، انا ما نحبش الفارينه في الديول، دائما نحب السميد، ناكل يعني الديول تاع السميد. عندك السميد كذلك الرطب كذلك، راني نقول لك هنايا ما كاش يعني مقدار محدد، نروحوا يعني الوصفه هذه باش ما تجيكش بزاف وترمي. ديري كاس كاس تاع السميد، ديري رشه تاع ملح وحكمي بالبغا، حكمي بالبغا، راكي تضيفي في الماء العادي من العين، راكي تضيفي حتى تشوفي يعني مطاط يعني سائل عاقد ثقيل، خليها تريح، ما تروحيش قبلها بالبانسو، كل ما خليتيها ريحت كل ما تعطيك نتيجه، تريح تاعها نص ساعه، فوق نص ساعه معليش، عتي ونص يعني فوق نص ساعه معليش، تريح تاعها قلنا نص ساعه، من بعد اللي تريح هذيك نص ساعه تحكمي المقله تاعك، تسخنيها تاع التيفال ولا يعني تاع الكخاف ولا واش عندك. تحكمي المقلة تاعك تحطيها فوق النار، كي تشوفيها سخنت بعديها من النار، ما تحطيش البانسو تاعك وين ولا 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 العجينة تاعك ولا المقلة تاعك راهي على النار، بعدي المقلة تاعك على النار وبداي بالبانسو. كي تبداي بالبانسو ديري الطبقة الأولى والطبقة الثانية والمقلة بعيدة على النار، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، ابداي بالأطراف ما تبدايش بالوسط، إلا بديتي بالوسط راح تنحرق لك. بداي بالبانسو بداي بالأطراف، من بعد ديري الطبقة الأولى والطبقة الثانية عاودي رجعيها للنار، كي ترجعيها للنار راح يعني هنايا عينك هي تشوف، راح تكتشفي ورقة الديول وراح تفرحي بها، وان شاء الله الاخوات يسهل. هذه شريفه طريقه سهله، مجربه سهله صعيبه شويه ولا اسهل بالعكس سهله، ولا تبعدي المقله وديري يعني بالبانسو تاعك طبقتين وتبداي بالاطراف ما تبدايش بالوسط، ها سهله ما يعني ما كانش اسهل على بالي بلي سهله، ولكن بالفرشات يعني تقومي بهذيك الطريقه ولا يعني ولو كان يعني تتقطع دوك نفهمك علاش، باسكو الا كانت العجينه تاعك عاقده حتجيك ولا اسهل، الا جريتيها مش راح تلصق لك في المقله. هنايا العجينه انت يا تعرفي، قلنا ما كبش ما مش قدام الناس باش يشوفوا، ولكن يعني هكذا عبر الـ عبر راح نوصلوا المعلومه، قلنا العجينه تاعك كي تبديها بالغراض يعني سائله خاثره، ماشي يعني ليكيد خاثر ماشي سائل، الا كان خاثر راح تنجحي نسرين فيها ان شاء الله، راكي راح تاكلي احلى ديول ان شاء الله. شكرا لك شريفه، يعطيك الصحه بارك الله فيك. اذا طبعا كانت هذه هي مختلف التدابير اللي قدمتيها لنا في هذا العدد، كانت عندنا وقلت لنا انه بقات معنا تدبيره اللي هي حشوه البقلاوه، وهي قلت لي حشوه جديده، ونعرفوا انه معظم المستمعات والسيدات الكريمات يحضروا يعني بعض الحلويات في شهر رمضان المبارك، خاصه البقلاوه البسبوسه والمشيهده وغيرها، قولي لنا هذه الحشوه كيفاش. والله انا صدقيني يعني كي تكون عندي حاجه جديده نحب نمدها يعني للاخوات باش يعني يستنفعوا بها. هنا الحشوه هذه جديده وراكي راح يعني راح يفرحوا بها ان شاء الله. عندك رطل تاع سميد، رطل تاع سميد للرطب كامل، رطل تاع سميد للرطب كامل، ديري له هنايا الكاوكاو انت وما عندك، رطل تاع سميد للرطب، عندك الكاوكاو حبيتي كاس ونص، حبيتي كاس ونص اللي يعني اللي عندك. عندك نص كاس تاع لانوات كوكو، نص كاس تاع لانوات كوكو، قلنا رطل تاع سميد، عندك مع كاس ولا كاس ونص تاع كاوكاو مرحي، وعندك نص كاس تاع لانوات كوكو كامل يعني بارد في بارد. هنا الكاوكاو مع لانوات كوكو نخلطوهم ونحطوهم بجيه، لانوات كوكو نخلوها هكذاك ما نحمصوش، عادي عادي ما نحمصو حتى حاجه. قلنا الكاوكاو نخلطو لانوات كوكو ونحطوه بجيه، ندورو للسميد تاعنا اللي قلنا نص رطل، عفوا رطل، ندورو للسميد تاعنا، السميد تاعنا في ذاك الرطل نديرو له مغرفة كبيرة مقبنة يعني مملوءة تاع دهان، عباطة دهان، دهان ولا زبدة اللي عندك، الزيت لا لا، قلنا زبدة ولا دهان، مغرف معمرة، نبسو ذاك السميد تاعنا كاع بذاك الدهان ناشف في ناشف، من بعد اللي نبسوه نضيفوا له الكاوكاو اللي راه مع نواه كوكو. هنا الوصفه هنا الحشو نتاعنا، الحشو تاعنا راه ناشف ما فيش كاع الماء، نخلطوا هذو كامل مع بعض، شويه لافاني كما تعرفوا باش يعني تجينا البنه، ما كان لا يعني مركز اللوز لا حتى حاجه، لافاني العادي السائله اللي كنت قلت لكم عليها السوداء هذيك، وخليه بجيه. روحي العجينه تاعك تاع البقلاوه لا باتافيلو ولا عجينتك تاع البقلاوه العاديه، هنا راه كل وحده كيفاش دير عجينتها. من بعد كي ديري الطبقه تاع العجينه تاعك تاع البقلاوه من تحت ديري هذه الحشوه، من بعد اللي ديري هذه الحشوه وهي في السنيوة قلنا ناشفه، قلنا غير الزبده ولا الدهن اللي راه فيها ناشفه، احكمي القرعه تاع المزهر تاعك يعني بخه خفيفه
رشه خفيفه على الحشوه وهي في السنيوه، قلنا من بعد تزيدي الطبقات تاعك تاع العجين وطيبي بقلاوتك، وان شاء الله الاخوات هذا اللي يعني التدبيره ولا هذا العقد يديروها ويتصلوا بنا ان شاء الله. ان شاء الله. فقط سؤال باش نمضوا الى فقره جمالك، عجبتني الحشوه ولكن مجربه ان شاء الله نجربوها. البقلاوه هي اللي تصل امل، ونروحوا طبعا للحشوه اكيد. نروحوا طبعا للحشوه، قلتي انه نستعملوا فيها سميد الرقيق رحين يعني الاخوات هذا يتحمص شريطه، ما يتحمص لانه بارد في بارد، ربما الاخوات الفكره تجيهم يعني صعيبه وكيفاش وكيفاش، بصح ما خسرتوا والو جربوها. يعني الكوكب فقط اللي يتحمص، ما نحمصوا والو. كلهم واش محمصين، ما نحوسوش نحمصوا باسكو علاش كي يدخلوا انت ربما راكي الاخوات اللي راهم معايا يعني وجربوا هذا الشيء معايا راهم يسمعوا فيا راهم يعني مش عارفين واش راني نقول. اللي مازال ما جربوهاش راح يني ربما يحتاروا. ان شاء الله احنا نتمنى كل المستمعات الكريمات يجربوها، خاصه كما قلت ان شاء الله ما دخل علينا شهر رمضان المبارك، كل السيدات الكريمات طبعا يحضروا هذا او يجربوا هذا الحشوه. نعم تفضلي. الحشوه هذه باش نقول الاخوات كانه راح تاكل بقلاوه يعني حشوه البسبوسه باش الاخوات يفهموني. تخيلوا بسبوسه كي تاكلوها اللي تكون يعني بسبوسه تاع الصح، تخيلوا لها خبز الباي ولا تخيلوها يعني تعطيكم يعني الفكره كيفاش تاكلوا هذه البقلاوه كيفاش تجيكم البنه تاعها. شكرا يعني.